في الحقيقة يعني نحن بقدر المستطاع نعم نبحث عن مواصفات يعني مطلوبة، سواء كان على مستوى المنهاج الحكومي أو على مستوى الشعب العراقي. لكن الذي وصلنا له أنه هذه الكابينة الوزارية أنها تقريبا 70 إلى 80% أنه مطابقة لما يعني تطلعات الشعب العراقي، وحتى في يعني وجهة نظر سائرون، وتم التصويت على تقريبا 78% على الكابينة الوزارية التي يعني رفضت أو المؤجلة في غضون أكثر من يعني أقل من أسبوعين إن شاء الله، بحسب ما يعني طلبنا من السيد رئيس الوزراء. إن شاء الله أقل أسبوعين إن شاء الله تكون كابينة كاملة نصوت عليها.